سيبوندون لازم الحاجه الاولى كي يسمعوا السينيو دا فيما يخص يعني التنظيم والقوانين اللي راح يعملوا عليها هي قوانين معروفه اون لا ميتريس في الشهر كي كمل يهضر مع دوزيام عنده ثاني ولا نسمعوا احنا عاودنا. هذه أول مرة الجزائر تشارك بسفينة التفتيش يعني مجهزة بكل التجهيزات الضرورية وكذلك بطاقم ملاحة محترف مفتشين شباب اللي تم تكوينهم على المستوى الوطني وكذلك استفادوا من دورات تكوين ومن تربصات بالخارج. تدخل هذه الحملة التفتيشية في إطار التزامات الجزائر خاصة في ميدان المراقبة والمتابعة والتقيد بالإجراءات المتبعة لصيد التونة كإجراء يعني إجراء أخير اللي قمنا باعتماده هذه السنة يعني إجراء إرسال سفينة تفتيش في المياه الدولية وكما قلنا تعتبر أول مرة نقوم بهذه العملية حتى نستكمل يعني جميع الحلقات تحكم الجزائر في مجال أو شعبة صيد التونة الحمراء. ما يخفناش أننا نتحكم حاليا من حيث عدد السفن المشاركة والتجهيزات التي تمتلكها أيضا من حيث أطقم الصيد البحري والتكوين تاعهم مرورا أيضا بالمتابعة والمراقبة عن طريق نظام الـ VMS وأيضا عن طريق مراقبين وطنيين.